تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لقطة تظهر أداء عضو الكنيست السابق عزمي بشارة يمين الولاء لإسرائيل، وهو القسم الذي ينص على الولاء لدولة إسرائيل وكذا الخدمة والولاء للكنيست الإسرائيلية. كان لافتا أن يقسم عزمي بشارة المقيم في الدوحة والمتحكم في سياساتها الإعلامية والخارجية، يقسم يمين ولائه لدولة الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت المسجون في تهم فساد. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת, מזכיר הכנסת. אולמרט, חיים אורון, עזמי בשארה, ענבל גבריאלי, עזמי בשארה, ענבל גבריאלי.